آخر قرارات التضييق على الناس بعد منع الرسمي ومنع الاختلاط وغيرها من اللافتات، الحوثيون يمنعون النساء من السفر بلا محرم في صنعاء. لماذا يسكت الناشطون والمنظمات الحقوقية وهم يرون صنعاء تتجه لتكون قندهار أخرى؟ أهلا بكم. قالت ناشطات يمنيات إنه تم منعهن من السفر من صنعاء بعد إصدار سلطات الحوثيين قرارا يمنع النساء من السفر دون محرم. ويأتي هذا الإجراء الحوثي استمرارا لإجراءات سابقة تتعلق بالتضييق على حريات المواطنين الشخصية في الكليات ومراكز اللغات والمقاهي، إذ يضيقون على الناس تحت لافتة محاربة الاختلاط والسفور وغيرها من اللافتات المتطرفة. اللافت للنظر أن هذا يحدث في ظل صمت الناشطين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والتي تولي مسألة الحريات الشخصية اهتماما كبيرا في مناطق أخرى غير مناطق سيطرة الحوثيين. فلماذا هذا الصمت؟ وهل سيتطور الأمر إلى مستوى أعلى من التضييق إذا ما استمر صمت المجتمع على انتهاكات الحوثيين؟ على خطى داعش والجماعات المتطرفة تمضي ميليشيا الحوثي في طريق قمع حريات الناس والتضييق على حياتهم الشخصية. قبل أيام أصدرت الميليشيا تعميماً لمكاتب السفريات في صنعاء يمنعهم من منح تذاكر للنساء الراغبات في السفر لمحافظات أخرى ما لم يكن معهن محرم. إحدى الناشطات كتبت على صفحتها أنها ذهبت لحجز تذكرة سفر إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن المكتب اعتذر لها مبررا رفضه بمنع سلطات الحوثي سفر النساء دون محرم. المادة 57 من الدستور اليمني تؤكد على حق المواطن اليمني في التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا في الحالات التي بيّنها القانون لمقتضيات وسلامة المواطنين. يتعلل الحوثيون وأنصارهم بأن خطوتهم هذه تتوافق مع الدين والعادات الاجتماعية، لكن الأمر لا يعد أكثر من كونه حلقة في مسلسل التضييق على حريات الناس، إذ لم يعد يطبق هذا الإجراء أحد في العالم غير السعودية وجماعة طالبان والحوثيين أخيراً. قبل أيام قامت ميليشيا الحوثي بمنع فنانين وناشطين من تنفيذ حملة رسم في الشوارع بصنعاء في يوم الفن العالمي، فيما تحدث طلاب عن قيام مندوبي الحوثي في كلية المجتمع بتعليق إعلان يوضحون فيه أنواع حلاقات الشعر المسموح بها، وما سواها سيتم منع أصحابها من دخول الكلية. وبجمع كل هذه التصرفات يظهر أننا أمام المرحلة الثانية من سلوك الميليشيا لقمع المجتمع وإرهابه وتحويل البلد إلى مزرعة مغلقة على نمط تنظيم داعش، وهي الوصمة التي طالما أطلقها الحوثيون على خصومهم، لكنهم من يمارسها على أرض الواقع اليوم. مرحلة دعشنة المجتمع التي أطلقها الحوثيون بدأت بخطاب زعيم الميليشيا يحذر فيه من معاهد اللغات والمقاهي والاختلاط، كل ذلك يتم فرضه بقوة السلاح، حيث لا يسمح لأحد بالاعتراض أو التجمهر للتعبير عن رفضه. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات أخت آسيا، أهلا وسهلا بكم المشاهدين. ما هو تعليقك على قرار منع النساء السفر دون محرم؟ الحقيقة أن هذا جزء من المشهد القاتم في اليمن في حقبة حكم الميليشيا الانقلابية منذ أواخر 2014. الميليشيا الحوثية من المفارقات أنها ترفع شعارات معينة وفي الواقع وفي الممارسة تمارس عكسها أو تناقض هذه الشعارات، حتى في مسمى جماعة الحوثيين نفسها عندما تطلق على نفسها أنصار الله، وفي الحقيقة كان هناك إساءات بالغة في حق الله، وعندما تطلق على نفسها المسيرة القرآنية وفي الواقع كانت دمار للمدارس للقرآن ولقيم القرآن ومبادئ القرآن. وجزء أيضا من هذا المشهد هو
محاولات الحديث عن يعني حرص أو إظهار ما تدعيه من حرص تجاه المجتمع اليمني من خلال هذه القرارات، وهي في الحقيقة إساءة فقط للدين ولقيم المجتمع اليمني الأصيل والنبيل. يعني نعم، هم يستغلوا أستاذ محمد يعني كما نلاحظ مسألة الدين. تعرف أن الشعب اليمني شعب متدين بفطرته، مسألة الحلال والحرام تؤثر فيه حين يقول منع قرار النساء من السفر دون محرم. لكن في البعض يرى أن هذا يعني تطبيق للدين. الواقع أخت آسيا، أولا أن لا فكر ميليشيا الحوثيين الطائفي العنصري ولا سلوكها السياسي يعني يساعدها في أن تطلق هذه الدعاية وتنطلي على المجتمع اليمني لعدة أسباب. أولا فكر ميليشيا الحوثيين قائم على نوع من التمييز بين اليمنيين، فعناصر السلالة التي تنتمي إلى ميليشيا الحوثيين يطلقون عليهن الشريفات، بينما بقية نساء اليمن لهن مصطلحات أخرى، وبالتالي أو تبدأ المشكلة من هنا. عملية الفرز التي تمارسها ميليشيا الحوثيين في حق المجتمع اليمني، وهذا مرض عضال في الحقيقة ونعاني منه، وهو يبدأ من نقطة الفرز على مستوى السلالة وينتهي بادعاء الحق في الحكم، وبالتالي مصادرة حق اليمنيين في الحريات السياسية والحقوق السياسية والمدنية. إضافة إلى ذلك، الميليشيا الحوثية رفعت في مؤتمر الحوار الوطني مزاعم أنها تريد دولة علمانية، وكان من مطالبها وكان هذا أثار جدلا واسعا أنها تريد أن تكون الدولة بلا دين وأنه لا دين للدولة. ولكن اليوم نشاهد أن ميليشيا الحوثيين تحاول إقحام فتاواها الدينية في التضييق على المجتمع، وبعض الناشطات التابعة للشبكة الناعمة للحوثيين تروج قبل يومين في تويتر بأن جماعة الحوثيين الوحيدة التي تحدثت عن أن دين الدولة لا دين للدولة في مؤتمر الحوار الوطني. لكن اليوم تصدر الميليشيا قرارا بمنع سفر النساء اليمنيات دون محرم، وبصرف النظر في الحقيقة عن هذه المسألة التي ربما أو هناك جدل واسع على الصعيد الفقهي، وهناك تغير واضح في الواقع وفي ظروف الزمان والمكان. لم تعد اليوم المرأة يعني يمكن وضعها بهذا الشكل الذي تتعامل به ميليشيا الحوثيين. الميليشيا الحوثية أيضا مما يؤكد تناقضها في الواقع مع الشعارات التي ترفعها وسلوكها أنها ترسل عناصرها النسوية للمشاركة في الفعاليات الخارجية في كل دول العالم، وحتى بعض العناصر التي معروفة أنها حتى غير محتشمة، يعني ليست بمظهرها ليس مظهر المرأة اليمنية على الأقل فيما يبدو للمواطن اليمني البسيط، وتشارك في المؤتمرات. وأنا حضرت في الحقيقة بعض ورش العمل في بلدان وكان حاضرات ممثلات عن الحوثيين أو من حلفاء الحوثيين، وقدمنا من غير محارم من بيروت، وبعضهم يسافرن إلى طهران وإلى كل المدن، وشاهدنا أيضا بعض العناصر النسوية التي تروج لمشروع الحوثيين الطائفي وتظهر مزاعم المظلومية ضد الحوثيين، وهن يشاركن في فعاليات عالمية ودولية باسم الحوثيين ويدافعن عن الحوثيين. وبالتالي إذن هناك انفصام واضح في تعامل ميليشيا الحوثيين في الواقع عندما ترفع شعارات معينة بما فيها الشعارات الدينية، وبين سلوكها في الواقع. يعني الميليشيا الحوثية عندما اجتاحت المدن اليمنية ألقت بتهمة الدعشن على اليمنيين، واليوم سلوكها يكشف أنها أكثر قتامة حتى من داعش نفسها. نعم، بهذا السلوك والمشكلة الفاشي. نعم. يعني والمشكلة يعني اليمنيين بالنسبة لها دواعش، وللأسف الشديد النساء أيضا اللائي يتم اعتقالهن، يعني يدعوا بأنهن من مروجات الدعارة. في هذا الموضوع دعنا نستضيف معنا الأستاذ نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير للجميع وللأخوة الضيوف الكرام والجميع المشاهدين في كل مكان. أهلا بك أستاذ نبيل. كان لديك العديد من الانتقادات حول الفيلم الذي أعده الحوثيون باسم خطوط حمراء، هل حدثتنا عن أبرزها؟ بصراحة أن فيلم الخطوط الحمراء أوضحوا فيه بما لا يفتح مجالا للشك أنهم داسوا على كافة الخطوط الحمراء،
يعني اعتدوا على بيت الله، اعتدوا على الناس، شردوهم. هناك ملايين من الناس نازحين في كل الدول، نازحين من قبل الحوثيين. كان كل من رفع صوته خرجوا يجمعوه. كانت المرأة آخر شيء وآخر هدف لهم وآخر خط أحمر استهدفوه، وتمكنوا منه بجدارة. أطلعوا أن يخبطوا النساء وأن يلفقوا لهم تهم آرية من الصحة. وكان كشفنا لهم عن اختطاف 120 مرأة من تاريخ 4/4 العام 2018 إلى ورغم الفضيحة ورغم ما تناقلت عنه الإعلام، ظلوا قرابة شهرين يعدوا فيلم وثائقي لكي يثبت للعالم أنهم كانوا على حق وأنهم يتابعون قضايا تمس أمن البلد. نعم، لكن خرجوا فيلم وثائقي أكد تورطهم الكبير والشديد الذي لا يدع مجال للشك. سمعتم كثير من النساء تتكلم. نعم. لا يوجد رجل واحد، الدعارة لا تتوفر في مسألة الماء، ما أثاروه. الدعارة لا يمكن أن تكون ضربت 105 و160، أنا نطلع العدد حتى 160، لأنهم بعد ما كشفنا استطاعوا أن بعد ما أصبحوا حديث العالم داخليا وخارجيا، استمروا في القبض على النساء وخرجوا بفيلم أكدوا فيه أن 160 امرأة ضبطوهن، لا يوجد رجل واحد في بابينهن. أي دعارة يتكلمون عنها من 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 أساسيات الدعارة أن يكون هناك اختلاف بين رجل وامرأة. هؤلاء 120 سابقات لا يوجد بينهم رجل واحد. نعم. قبل أمس أهالوا منهن 55 امرأة، البقية الآن نساء، منهن من أخرجوا أنهن مقابل مصادرة كل ممتلكاتهن من ذهب ومن أموال، ولكي يغطوا سمعتهم. أسر كثيرة تخشى على سمعتها، قدمت صلحت واشترت نفسها مقابل الإفراج عنها. وأول أمس تقريبا حالوا 60 إلى السجن المركزي، وقبل السجن المركزي من 55، خمس كانوا في حالة صحية حرجة غير قادرة على استمرار، فاضطروا الإفراج عنهم. نعم، إذن الحوثيين ينتهكون الأعراض ويلفقون التهم كما لفقوا تهم الداعشية، وكما لفقوا التهم الأخرى ومخدرات وغيرها. اعتادوا أن يلفقوا تهم للناس بمجرد أن يقولوا لهم لا. هؤلاء النساء كان الغرض من القبض عليهم، من اختطافهم، الغرض الوحيد هو كتم آخر صوت داخل اليمن، وهي صوت المرأة. أنا أناشد من خلال هذه القناة، أناشد أحرار اليمن، أناشد المنظمات الحقوقية العالمية، أناشد المحافظات المحلية أن تدافع عنهم. الآن قضايا في المحاكم، أن توفر لهن الحماية القانونية، أن تتكفل بتكليف محامين للدفاع عنهم. ستجدون أنه لا يوجد أي شيء. لا يعقل أن هذه الكم الهائل من النساء لا يوجد بينهن رجل واحد مرتين مع الدعارة. فأي دعارة يتكلمون فيها؟ نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نبيل، ابقى معنا قليلا، أعود إليك. ما رأيك أستاذ محمد، يعني مسألة تصوير كمية هائلة من النساء بأنهن شبكة للدعارة، وأيضا كان في بداية الفيلم حديث عن تجارة مخدرات وعن إتجار بالبشر، لما يوغل الحوثيون بالمس بكرامة اليمنيين إلى هذا الحد؟ يعني نعلم تماما أن قضايا الشرف قضايا شائكة وتمس الكرامة، وهو يعني يؤذي ليس فقط هذه المرأة، يؤذي خلفها أسرة إن لم يكن قبيلة بأسرها. صحيح. أولا اسمحي لي أخت آسيا، أن أحيي الأخ نبيل فاضل على مواقفه الشجاعة في فضح كثير من جرائم ميليشيا الحوثيين، ونعزيه ولو مؤخرا في استشهاد ولده كجزء من جرائم الميليشيا الحوثية، أيضا على أيدي استشهد على أيدي ميليشيا الحوثيين، ونؤكد تضامننا معهم. في الحقيقة أود أن أشير فقط إلى نقطة في غاية الأهمية إن سمحت لي، وهو مسألة أنه عندما أبين التناقض ما بين سلوك ميليشيا الحوثيين في الواقع ومزاعمها بالتضييق على المرأة بحجة الحفاظ على كرامتها، وبين أن ترسل عناصرها النسوية إلى الخارج حتى دون احتشام. وأنا أتحدث هنا مع تأكيدي على أن لكل شخص حقه في الحرية الشخصية في ملبسه في مظهره، ولكن لبيان فقط حجم التناقض بين مزاعم هذه الميليشيا وبين سلوكها في الواقع والانتهازية التي تمارسها. ما يتعلق بهذا الفيلم سيء السيء في الحقيقة هو جزء أيضا من الدعاية الإعلامية للميليشيا الحوثية في الإغال، كما أشرت في سؤالك، لإيذاء الضمير اليمني، وجزء من سلوكها في محاولة
تشويه سمعة الإنسان اليمني. هذه الميليشيا منذ اجتاحت المدن اليمنية وهي تكرس جهدها وقوتها وكل إمكانياتها لإيذاء اليمنيين بكل الوسائل، ليس فقط بالقتل والانتهاكات المباشرة واختطافات والتعذيب والتنكيل بالمجتمع، ولكن أيضا حتى المساس بقيم المجتمع وهويته وكرامة الإنسان اليمني. وبالتالي هي الميليشيا عقوبة يعني بحد ذاتها، يعني هي تمارس ليس فقط الانتهاك المباشر بحق الإنسان اليمني، ولكن أيضا هناك انتهاكات غير مرئية مثل هذه التي تحاول فيها التطاول على المرأة اليمنية وتصوير هذا الكم الهائل من اليمنيات، عشرات المختطفات، وبالتأكيد كل هذه الاعترافات انتزعت منهن تحت التعذيب بالتأكيد. ومحاولة يعني الميليشيا الحوثية حاولت كما يبدو التغطية على فضيحة اختطاف النساء وتعذيبهن وإساءة معاملتهن والمقايضة على حرياتهن بالحصول على أموال، كما فضحت ذلك منظمة مكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الإعلامية القادمة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين. حاولت التغطية على هذه الجريمة بجريمة أبشع، وهي الإساءة إلى هؤلاء النسوة ومحاولة الطعن بشرفهن وكرامتهن، كما شاهدنا من خلال للأسف الشديد الاعترافات التي حاولت انتزاعها منهن تحت التعذيب والإكراه بطبيعة الحال. وبالتالي أنا أعتقد أنه لم يسبق أو لا يبدو أن هناك جماعة في الواقع في على وجه الأرض تمارس هذا النوع من الابتذال أو النذالة إن سمحتي لي في الانتهاك لحقوق الإنسان. يعني على الأقل هناك جماعات فيها قدر من التوحش والإرهاب والقمع، لكن يعني لا ترقى إلى مستوى هذا السلوك الذي تمارسه ميليشيا الحوثيين بحق النساء في اليمن بحق المجتمع بشكل عام. يعني في الحقيقة هؤلاء التي عملت الميليشيا الحوثية على تصويرهم بهذا الشكل وتقديمهم للمجتمع بهذه الصورة هي تسيء للمجتمع اليمني كله وتسيء لأهالي هؤلاء النساء وللقبائل التي جاءت منها هؤلاء النساء وللمحافظات التي ينتمي إليهن هؤلاء النساء. وبالتالي هي إساءة في حق اليمنيين كلهن. وللأسف الشديد الميليشيا الحوثية لا يعني تمارس هذا النوع من السلوك دون أن يرف لها جفن، يعني دون أن تشعر بحرج. للأسف الشديد يعني هناك يعني للأسف نوع من الوقاحة في ممارسة انتهاكات من هذا النوع. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن نعود للأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، كنت حدثتنا في مرة سابقة أن لديك أدلة حول إتجار جماعة الحوثيين بالبشر وممارستهم لكثير من الجرائم، هل تم نشرها أم ليس بعد؟ قدمنا بعض الملفات لبعض الجهات ونشرنا البعض منها، ولا زال لدينا الكثير. نعرف ونتابع تفاصيل كل خطوة يتخذونها تجاه النساء. لدينا معلومات كاملة ونعرف كامل تحركاتكم. لا نحتاج هذه على الإطلاق. الضمن الإعلامي الذين يبحثون عن أدلة مثلا بالفاضل أن ينظروا الحوث أن يشاهدوا الفيلم خطوط حمراء وسيكتشف لهم البيانات الأمنية وسيكتشفون بدون أن يحتاجوا الأدلة كم هم مجرمين وإلى أي حد وصلوا. كما قال الأخ هناك يعني أعمال كبيرة تحدث في العالم كله، لكن لا زال هناك خطوط يتفاهم الناس حولها. هؤلاء لم يبقوا شيئا، استباحوا كل شيء، استغلوا النساء. هؤلاء اللي يتكلمون عن النساء ويتكلمون عن الدعارة هم من أوقعوا الأستاذ طلال عقلان أحد الوزراء التابعين لهم، وأمتلك أدلة كاملة وتسجيلة موثقة لزينبيات أرسلوها للإيقاع به. كما يرسلوا كثير من الفتيات إجباري يعني غصبا عن يقوم بتصويرهم وإجبارهم على النزول وإيقاع سواء الواقفين معهم أو الواقفين ضدهم. لدي وثائق كثيرة تدينهم بهذا الخصوص، يتكلمون على الشرف وهم من يرسلون البرات لإيقاع الناس. هذا الكلام غير معقول. الفيلم نفسه مهما واضح لأي رجل قانون لأي منظمة مجتمع مدني أنه خالي. نعم، لكن هذا الفيلم هو محاولة أستاذ نبيل لتغطية ما يحدث أو لتسكيت الناس عما يحدث، خاصة وأن الفترة الأخيرة كان هناك ضغط إعلامي
على يعني اختطاف النساء وحيازتهم في فيلل، عدم التحقيق معهن. لكن الغريب أيضا أنه لا يوجد أي حديث من قبل منظمات دولية معنية بهذا الشأن، لا يوجد أي تحرك حتى شعبي لمحاسبة كل ما يحدث. أنا قدمت عدد من الأدلة للمنظمات الدولية حتى الموجودة في صنعاء، أرسلت عدد من الضحايا وتم قيد البلاغات عندهم في المنظمات ووصفوا كل ما حدث لأسرهم، لم تتحرك المنظمات الدولية. هذا الكلام صحيح، لم يحدث أي تفاعلت أي جهات دولية حول هذا الموضوع بالرغم أنه موضوع خطير. قدمنا أدلة داخل صنعاء وقدمنا أدلة خارج صنعاء، وكان يفترض على المنظمات أن تقوم بأي خطوات. لم تتخذ اي اجراءات، نتمنى ان تتخذ اجراءات حاليا في حاله حمايه الدفاع عن هؤلاء الضحايا الذين اوصلوهم 55 امراه لا يوجد رجل واحد اي دعايه يتكلمون عنها، مع من كان يستخدمين الدعايه، هل كان يستخدمين مع انفسهم؟ اما ما هو المطلوب بالضبط؟ الحوثيين فضحوا انفسهم بمحاوله تبرير انفسهم، فضحوا نفسهم اكثر واوجدوا ادله كافيه لمحاكمتهم سواء محليا او خارجيا. ندعو الناس جميعا ان يقفوا وقفة جادة وقوية أمام الأعراض. المرأة في اليمن غير المرأة في العالم كله، المرأة في العالم كله هي الجزء الأضعف، لكن في اليمن هي الأشد والأشد والأشد ضعفا. المرأة لا تعرف أن تخرج إلى الشارع إلى الدكان إلا بمحرم، يخطفونها ويبقونها أكثر من سنة ونصف في بلال خاصة لا يعلم حتى أهلها أنها محتجزة. ماذا كانوا يعملوا فيها خلال السنة ونصف؟ شكلوها بالشكل الذي يريدون، علموها ما يريدون، اخذوا هذا وراتب كما يريدون، فهموا انهم سيخرجون عنها، قالوا بعض الاعترافات. هذا ما حدث من قبل الحوثيين. ندعو الناس كلهم ان يلتفوا حول ما يحدث من قبل هؤلاء. المراه في اليمن لها مبادئ وقيم واعراف، واي شيء يحدث لها لا يعود عليها، بل يعود على القبيله باكملها، على الاسره باكملها. هذا الكلام لاذلال الاسر، لاذلال الناس، لاذلال المراه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، حسب يعني ما تحدث الأستاذ نبيل ولديه الكثير من الأدلة حول العديد من الممارسات التي يقوم بها أو تقوم بها ميليشيا الحوثي، ربما شعرهم بهذا الضغط وبأن هناك أدلة ستسرب ضدهم في يعني من خلال الفيلم، كل التهم التي وجهت إليهم ألبسوها لغيرهم، هل يعني يقومون بهذا الأمر برأيك؟ يعني بالفعل هم يعني عندما كما أشرت قبل قليل عندما خرجت فضائح اختطاف النساء واحتجازهن لعدة أشهر كما أشار الأخ نبيل فاضل لسنة ونصف، بعض المختطفات في فلل وفي بيوت وتم إخفاءهن قسريا بمعنى أنه لا يسمح لأسرهن بزيارتهن ولا معرفة مصيرهن أو الإطلاع عليهن أو لا يعرفون أين هن يعني وما مصيرهن. وبالتالي حاولت الميليشيا الحوثية تغطية هذه الفضيحة بإلقاء هذه التهم على هؤلاء النسوة. وفي الحقيقة الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها لنكون واضحين هي احتكرت كل أشكال الجريمة، يعني بطبيعة الحال أي جماعة منفلتة كجماعة الحوثيين لا تستند إلى مشروعية أخلاقية أو سياسية أو قانونية، فهي وكيل حصري لكل جرائم المنظمة بدءا بتجارة المخدرات والممنوعات ومرورا بالشبكات الدعارة للأسف الشديد، ويعني الاتجار بالأعضاء البشرية وما إلى ذلك. ونحن في الحقيقة شاهدنا كيف أن ميليشيا الحوثيين استغلت معاناة اليمنيين منذ لحظة انقلابها وفتحت السوق السوداء لكافة سواء للمساعدات أو المشتقات النفطية أو ما أشبه ذلك. وهذا جزء من يكشف عقلية هذه الميليشيا في الاتجار بمعاناة الإنسان اليمني ولا مبالاتها تجاه مصير هذا الإنسان أو سمعته أو مصيره أو كرامته أو ما إلى ذلك. وأردت أن أشير في الحقيقة إلى نقطة في غاية الأهمية، ربما كثير من المتابعين على المستوى الدولي لا يعرفون حقيقة ميليشيا الحوثيين بسبب يعني إما يعني اختلاط كثير من الملفات وتعقيداتها أو بسبب سطوة الإعلام الموجه
ضد الحرب في اليمن والذي يركز على جوانب إنسانية معينة دون النظر إلى حقيقة الميليشيا الحوثية. الميليشيا الحوثية بسلوكها على الدوام تكشف أو تثبت أنها منقطعة تماما عن المجتمع اليمني، هي جزء آخر لا يمت لليمن أو اليمنيين بصلة، وبالتالي تمارس العداء والعدوانية تجاه المجتمع اليمني، كل المجتمع اليمني باعتباره خصما لها، ولا تتورع عن إلحاق الأذى بهذا المجتمع بالقتل والتنكيل والقمع والاختطاف، وأيضا حتى الإساءة لسمعة المجتمع اليمني. وبالتالي مثلا مثل هذا الفيلم الذي أطلقته ميليشيا الحوثيين، ومن قبل أيضا كان هناك فيلم عن المعتقلين السياسيين كيف حاولت يعني الربط بينهم وبين ما تسميه العدوان وما أشبه ذلك، جزء من سلوكها الذي يكشف عن طبيعة هذه الجماعة نفسها، سواء طبيعتها الثقافية والفكرية أو السلوك على الواقع، يعني أنها منقطعة تماما، هناك قطيعة ما بين هذه الجماعة السلالية العنصرية وما بين اليمنيين، اليمنيين تاريخ، اليمنيين كإنسان كأرض. ولذلك شاهدنا أنواع مختلفة من التوحش تجاه المجتمع، وهذه في الحقيقة كثير من الفاعلين الدوليين لا يلتفتون إلى هذا السلوك، لأنه الحوثيون بطبيعة الحال يحاولون تقديم أنفسهم بشكل مختلف أمام المنظمات الدولية وأمام السفراء وأمام الإعلام، بينما في الواقع هم شيء آخر. المجتمع اليمني إن تحت وطأة حكم هذه الميليشيا ويعاني بمرارة، وللأسف يعني الشديد أستاذ محمد يعني ما نجد يعني كيل التهم لنساء يعلم أهلهن وأقربائهن أنهن اختطفن من أعمالهن أو أثناء خروجهن من المنازل، حبك حكاية مشبوهة واستخدام مصطلح مفزع كالدعارة، التخابر مع العدوان، التجار بالبشر والمخدرات أيضا، كل هذه العناوين لتهم مخيلة، يعني برأيك إلى أين يريدون الوصول؟ يعني هم يريدون استخدام كل الأوراق، خصوصا كلما ضاق الخناق عليهم أخلاقيا على الأقل، كلما حاولوا استخدام المزيد من الأوراق التي بأيديهم. والمجتمع اليمني اليوم الكثافة السكانية تحت سيطرة هذه الميليشيا كما أشرت قبل قليل، هذه الكثافة السكانية تئن تحت وطأة السلوك القمعي الفاشي للميليشيا الحوثية، وعندما تطعم أو تلقي بهذه التهم المخلة بشرف اليمنيين للأسف الشديد، فهي جزء من أوراقها في محاولة كتم أصوات اليمنيين. إنها في الحقيقة تحاول تفصيل تهم كبيرة يصعب على المجتمع مقاومة هذه التهم أو حتى الأفراد أو القبائل، لأنها تهم يعني تبرر للميليشيا الحوثية القمع الوحشي والتنكيل بشكل مبالغ فيه، ولذلك تلجأ إلى هذه الاتهامات في الحقيقة. أنا أود أشير أيضا إلى أن الميليشيا الحوثية نفسها وهي تحاول أحيانا أن تلبس غيرها نفس الجرائم التي ترتكبها، هي الميليشيا نفسها التي أنشأت ميليشيا نسوية تطلق عليها الزينبيات، وهن التشكيلات النسوية التي تمارس القمع بحق المعتصمات المطالبات بإطلاق سراح ذويهن المحتجزين في سجون هذه الميليشيا، وهن الزينبيات اللواتي يمارسن اقتحام البيوت أحيانا، وهن أيضا ربما يتم استخدامهن أيضا أو في أحيان كثيرة كما تشير بعض التقارير الصحفية في أعمال غير أخلاقية من أجل الوقيعة أو الإيقاع ببعض الناشطين، و من ثم التحكم بهم مستقبلا وابتزازهم بمواقف معينة. الحقيقة أنه عندما تطلق ميليشيا الحوثيين اتهامات بحق النساء اليمنيات المختطفات بعد هذه المدة الطويلة من الحجز التعسفي والإخفاء القسري، فهي مرة أخرى تؤكد حتمية مقاومة مشروع هذه الميليشيا، لأنه مشروع عدمي ولا يمكن له البقاء في اليمن ولا يمكن التعايش معه، بدليل يعني هذا السلوك بطبيعة الحال. وبالتالي
كل مرة نؤكد ونقول أنه يتعذر بسبب هذا السلوك اليومي للميليشيا الحوثية، يتعذر على اليمنيين التعايش مع هذا المشروع وأدواته، مشروع الحوثي، لأنه مشروع عدمي، مشروع قمعي، يعمد إلى التنكيل بالمجتمع على هذا النحو، يحاول يعني طمس والإساءة حتى لكل المقدسات ولكل القيم والمبادئ والأعراف النبيلة في المجتمع اليمني. نعم، إذن أستاذ، أيضا يعني ما نلاحظه أن هناك يعني كل فترة يخرجون بشيء، منع الاختلاط في المقاهي، منعوا أيضا في الكليات، هناك بعض الإشارات التي تم تعليقها بمنع قصات الشعر وتحديد ما المقبول وغير المقبول سواء في الملبس أو في الشكل، منع النساء من السفر، كل هذا التضييق الذي يحدث، منع أيضا فعاليات بسيطة كالأفلام التي تم منعها، الرسم أيضا التي تم منعها، وأي شيء قد يشعر الناس بأنهم يعني ما زالوا يعيشون. لماذا نجد صمت من قبل الناشطين، من قبل المنظمات الحقوقية، رغم أن هذا أمر يمس بحريات الناس ومعتقداتهم أيضا؟ الحقيقة كل هذه الممارسات التي تمارسها ميليشيا الحوثيين هي تحاول خلق ذرائع فقط للقمع ولاستكمال حلقة السيطرة على المجتمع وسحق المجتمع، وبحيث لا يتمكن المجتمع من رفع صوته إذا أي مطالب. الميليشيا الحوثية تعمد من خلال هذه التدخل في خصوصيات المجتمع والأشخاص والتحكم بحرياته الشخصية ومصادرتها، وهو هو جزء من سلوكها يعني الذي يعبر عن ثقافتها القمعية والوحشية وثقافة الكراهية، ولكن في نفس الوقت هي تخلق ذرائع من خلال هذه القرارات وهذه السلوكيات لقمع من يعارضونها ولسحقهم، وبالتالي هي محاولة لترويض المجتمع وعلى القبول بهذه الحالة والواقع الذي فرضته ميليشيا الحوثيين، واقع أحادي تحاول استنساخ حتى على مستوى الأفراد شبيهين في المجتمع يعني ليكونوا جزء من عناصرها، وهذا محال بطبيعة الحال. المجتمع اليمني مجتمع أولا مجتمع تعددي وشهد فترة من التعددية السياسية والرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة، وكان هناك على الأقل هامش يعني معين رغم وجود قمع أيضا، ولكن هذا الهامش الآن تحاول الميليشيا الحوثية سحقه، ومحاولة فرض واقع أحادي مصبوغ بأفكار ومنهج ومنهجية هذه الميليشيا الحوثية. من المفارقات أخت آسيا أن الميليشيا الحوثية وهي تمنع على سبيل المثال قبل أيام الرسامين وفتيات وشباب للتعبير عن أحلامهم في السلام في اليمن، تمنعهم من الرسومات على جدران الشوارع كتعبير عن حالة الضيق التي يعانونه ورغبتهم في الوصول إلى السلام، بينما هذه الميليشيا نفسها هي التي ملأت شوارعنا وجدران بيوتنا برسوماتها الشعارات الطائفية وشعارات الموت والكراهية والعنف والقتل وكل هذه الشعارات، لكنها تضيق ذرعا برسم يعبر عن رغبة الإنسان اليمني في السلام. نعم، إذن أستاذ محمد اسمح لنا أن تنضم معنا الناشطة السياسية سمية الثور عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة سمية. مساء النور عليك يا أستاذ والضيوف. أهلا بك أستاذة سمية. نعلم أن النساء هن الأسهل للخوض في حياتهن من قبل أي جماعة دينية، بداية كيف تعلقين على قرار منع الحوثيين للنساء من السفر؟ للأسف الشديد يعني تصر الجماعات في اليمن هذه بإرجاعنا يعني عشرات السنين إلى الوراء. يعني المرأة اليمنية استمتعت في وقت ما بكثير من الحرية وبمساحة للتعبير عن حقوقها وعن حريتها والسفر وما إلى ذلك. لا أرى في هذا إلا يعني خلق نوع جديد من الكبت على المجتمع، خلق بيئة يعني مش جديدة ولكن مرة أخرى بيئة منقلقة أكثر. هم يعرفون أنه النساء يعني أصبحن مؤثرات وأصبحن منفتحات للعالم، والعالم يتأثر ويسمع الكلام، فهم
يعرفون ذلك وهم يصرون على أن يكمموا أفواه الجميع للأسف الشديد يعني، وخاصة الناشطات في هذه المجالات الحقوقية أو السياسية أو الإنسانية. يعني نحن نعرف أن في اليمن الكل مستهدف، ولكن نعرف أيضا أن المرأة هي أصبحت الأكثر عمل في هذا المجال، هي الأكثر من تقوم بمهام كثيرة لم يعد يستطيع القيام بها الرجال لأنهم إما في المعتقلات أو منفيين أو في الجبهات. فبالتالي يعني مثل هذه الإجراءات يعني فيها إصرار وتحكم جديد على هذه الفئة من المجتمع، والتي أنا برأيي أنها أصبحت من أهم ومقوم وفئات المجتمع في ظل الحرب والاستهداف للإنسان. نعم، إذا لا أدري أستاذة سمية هل شاهدتي فيلم خطوط حمراء أم لا، لكن ما هو رأيك بتصوير أمر اختطاف النساء التي تم الحديث عنهن قبل فترة بأنهن عبارة عن شبكات دعارة وإتجار بالبشر ومخدرات وتخابر مع العدوان حد قولهم، ما رأيك؟ يا عزيزتي يعني من السهل جدا، يعني أنا لما يكون عندك عدو من السهل جدا خاصة إذا هي مرأة أن تلصق مثل هذه التهم عليها. يعني أبسط شيء ممكن أنت تضغطي فيها على أسرة في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني من هي؟ المرأة. فيعني مثل هذا الكلام، هذا كلام خطير، هذا يمس المجتمع. يعني هذا الكلام يستهدف أي بنت وأي مرأة يعني ترغب في الدراسة في الجامعة في المدرسة، تخرج لحالها تسافر لحالها، كل هذه الظروف اللي المرأة الآن هي مضطرة أن تعيشها وتحتاج من حقها يعني أنها تعيش حياتها مثل أي إنسان آخر. فمثل هذا الاستهداف في هذا يعني هل تعتقد أنهم يعني ضربوا نعم ضربوا ضربتين في آن واحد، تخويف النساء طبعاً وأيضا طبعاً إسكات المجتمع في تناول مسألة طبعاً الشرف؟ طبعا طبعا بالتأكيد، يعني مسألة الشرف بغض النظر هل هذه التقارير صحيحة أم غير صحيحة، هل فعلا هذه الشبكات موجودة أم لا، بغض النظر، ولكن رمي المجتمع والمرأة بهذه الطريقة في مجتمع مثل مجتمعنا يعتبر كارثة، خاصة أنه أي واحدة ممكن الآن تطلع وتعترض أو أي واحدة لها قريبة أو كذا يعني لها صلة بهذه الأسماء ممكن أن تتعرض لنفس التهمة ولنفس الفضيحة. نعم. فماذا أبقوا يعني للإنسان أو المرأة أن تفعل أو تتحرك فيه من المجالات؟ نعم، في سؤال أخير أستاذة سمية، لماذا تسكت النساء المناصرات لقضايا المرأة وحقوقهن يعني عما يحدث للمرأة في حكم الميليشيا في اليمن؟ والله يا عزيزتي هذا سؤال للأسف يعني لا أستطيع لوحدي أن أجيبه، لأنه الاجتهاد موجود والمحاولة لخلق يعني وعي أكثر في وسط المنظمات وفي وسط الشبكات النسوية الموجودة حاليا. يعني نعرف أن هناك الكثير من الشبكات، وفعلا يعني أن أمر صراحة يعني معيب جدا أن لا نساند. يعني حتى مثلا في قضية أخيرة للناشطة فاطمة يعني منعوها من السفر بحجة أن لا محرم لديها مثلا، يعني إلى حد الآن لم نرى أي تحرك قوي من في ضمن الشبكات النسوية المعروفة في هذا المجال. بالتأكيد يعني كأفراد التحرك الفردي لا يأتي نتيجة، ولكن التحركات الجماعية هي اللي تخلق الضغط وتخلق الزخم لمثل هذه القضايا. فهذا يعني أنا أرده أيضا على الكثير من الشبكات النسوية، ونحن نعرفها جميعا يعني، وهذه فعلا نقطة مهمة يجب أن نتكلم فيها بشكل مستفيض أكثر ونركز عليها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الناشطة السياسية سمية الثور، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني ربما لفتني قول وكيل وزارة خارجية الانقلاب في هذا الفيلم، وهو يقول بأن المناطق التي تحت سيطرتهم أكثر أمانا وبأنهم لا يشكون من أي يعني اختلالات أمنية، على العكس هم قادرون على الإمساك بشبكات كهذه الشبكات التي يدعونها، ما تعليقك؟
الحقيقة أن هذه أكذوبة كبرى، أنه لكن الحقيقة هو أيضا أن الميليشيا الحوثية احتكرت كل أدوات الجريمة وكل أشكال الجريمة، وبالتالي لم يعد هناك عصابات، لأنه صارت العصابة هي السلطة الآن الموجودة، وحاولت تسخير كل إمكانيات الدولة التي وضعت يدها عليها لمصلحة سلوكها الإجرامي. وبالتالي من أين سيكون هناك يعني جريمة إذا كانت الجريمة تمشي على الأرض وهي الحاكم في هذه المناطق الجغرافية وهي مناطق الكثافة السكانية؟ لكن بالمقابل أيضا ولنكن صريحين، هناك إخفاقات كبيرة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وللأسف الشديد هذه الإخفاقات يستغلها إعلام الحوثي حتى للتعبئة داخليا لمواجهة الحكومة الشرعية، ول يعني الضغط على المجتمع للعزوف عن مسألة التحرر من طغيان الميليشيا الحوثية ومن الكابوس، كابوس هذه السلطة القمعية الحوثية. وبالتالي للأسف الشديد ممارسات الإمارات وتشكيلاتها في المناطق الحكومة الشرعية أضرت بعدالة قضية اليمنيين ونضالهم في إسقاط مشروع الانقلاب الحوثي، ومنحت الحوثيين وإعلامهم وحتى على المستوى الخطاب السياسي للخارج ذرائع للاستمرار في الانقلاب وفي مشروعهم في المشروع القمعي والتنكيل بالمجتمع اليمني، ومنحتهم أيضا ذرائع لتعبئة المجتمع الواقع تحت سيطرتهم ضد الحكومة الشرعية وضد التحالف والمحيط الإقليمي عموما. وبالتالي للأسف الشديد نقول دائما ونكرر أن إطالة أمد الصراع والمعركة في اليمن كان هو يعني أدى إلى نتائج لصالح ميليشيا الحوثيين، وعمل على عزوف المجتمع اليمني في مناطق الكثافة السكانية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا عن المضي قدما في عملية التحرير. وبالتالي تحاول الميليشيا الحوثية السباق مع الزمن أو تسابق الزمن لإقناع المجتمع الواقع تحت سيطرتها بالرضوخ لسلطتها القمعية ولمشروعها الطائفي العنصري السلالي بسبب الإخفاقات الموجودة في مناطق الحكومة الشرعية. وهذا الأمر يجب أن يكون واضح ونقوله بكل وضوح، أنه يجب على الحكومة الشرعية أن تعيد تصحيح علاقتها مع التحالف، يجب على الإمارات أن ترحل من اليمن فورا وخصوصا، وأن تكون كل التشكيلات العسكرية التي عملت على إنشائها تحت سيطرة وزارة الداخلية والدفاع وتحت سلطة الحكومة الشرعية، الإمارات أصبحت عبئا ثقيلا على اليمنيين وعلى عدالة قضيتنا، وأصبحت جرائمها لا تقل فداحة عن جرائم الحوثيين، وأصبح سلوكها يتخادم مع مشروع الحوثيين بشكل واضح. للأسف الشديد اليمنيون ضاقوا ذرعا بهذا السلوك، اليمنيون أدركوا الآن حجم الطعنة الغادرة التي وجهتها لهم الإمارات في المناطق المحررة عندما عملت على تقويض سيادة القانون ومارست جرائم الانتهاكات بشكل فظيع، ومنحت ميليشيا الحوثيين فرصة كافية لاستخدام هذا الواقع أو لاتخاذ هذا الواقع ذرائع لتعبئة المجتمع كما قلت ضد التحالف وضد الحكومة الشرعية، ولأيضا استخدام هذا الواقع السيء والقاتم بسبب سلوك الإمارات كذرائع في خطاب الميليشيا السياسي أمام الخارج. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.